هلو، السلام عليكم. عليكم السلام. تمام، اوكي. اي قاعد، خفت من انقطاع، نسيت مشحنتش. I forgot to charge my 4G and it lost power, so I plugged it again. اوكي، خلينا نستمروا. Okay. Don't worry. اوكي، ثانكس. اوكي، فاحنا نبغى نعاودوا الاكسرسايز هذا. I want to try it again, but this time نبغى نديروها بالطريقة الحديثة اللي هي نبدأ بالاور مينت بدل الطريقة الكلاسيكية. Let's do them in the opposite way. هي بالطريقة المعاكسة، هي الطريقة العادية أو الطريقة السهلة. Can you do it in a normal way؟ خلينا نذكرك بها الطريقة الأولى اللي هي زي هنا في الأسفل، اللي هي بنقوله مثلا 6 لو كانت بالضبط بنقوله 6، لو مثلا ونص بنقوله 6:30، 6:45 لو إلا ربع، يعني مجرد نسمو الساعة الأولى وبعدين بنسمو الدقيقة وخلاص، يعني بنقراها زي ما مكتوبة. This is the idea. Alright, is clear? اوكي، بالعكس هذه هي الطريقة اللي عادة، هذه هي الأسهل. الناس عندهم بتاع الباست والتو هي اللي يتلخبط فيها. لكن هذه كيف بتديري؟ مثلا بتقول لي 6:10 بس، بالنسبة لي بي مثلا 6، وبتسمي الرقم اللي بعده، يعني تسمية أرقام بس، بتسماها زي ما تشوفي فيها، ما فيهاش لا تو لا باست لا، عرفتي؟ الرقم نفسه بتقوليه، يعني زي كأنه نمبرز معاش ولا ساعة، كأنك بتسمي أرقام. هي هذه الفكرة، عرفتي؟ You get the idea. Okay. Okay. So it's not hard. You can do it. Okay. Okay. I'm going to do. أنا خل نبدأ نيل الأولى. ندير هني الأولى. Okay. So A is 6:10. Okay. بس لخل ندير واحدة تانية. Okay. A 6:10. وبالنسبة لي E it's 6:50. 6:50. Okay. Okay, so you can do the rest. B 6:25. All right, correct. C 6:05. Mm-hmm. D 6:55. All right. D 5 to 7. 10 to 7. I'm off that. 10 to 7 هي إيه. تمام، 10 to 7، لكن هذه إيه. صح، هو صح حتى 10 to 7 مش غلط هي، لكن انت لو درتي لي الطريقه الاولى، احنا نبغى الطريقه الديجيتال الحديثه، ولا اللي هي مجرد تسمية يعني بالطريقتين نفسها هي نفسها وهي صح. اوكي هي نفس الشيء. لو انت سواء قلتي 10 to 7 صحيحه، وسواء قلتي 6:50 صحيحه. والفكرة علاش ماذا بينا نعرفوهم الزوز؟ لان انت مرات مثلا ماشيه في الهوتيل ولا في الشارع ولا اي مكان، وانت مسافره، فتسالي حد في الطريق مثلا ما عندكش ساعه حاجه، بتقولي له واتس ذا تايم بليز، واتس ذا تايم، يمشي هو يقول لك اتس 10 تو 7. لكن مرات ما يقولكش 10 تو 7، مرات يقول لك 6:50، عرفتي؟ فانت لازم تكوني الزوز الطريقتين يعني عندك ظابطين. هي هذه الفكره. اوكي. E 6:50. Okay. F 6:40. G 6:35. Right. H 6:20. Correct. All right. Very good. So this is how we talk about time. Okay. Listen and write 5 times. Sadly, don't have the listening now. Okay, so now number 7 is nice. So here, let's look at pictures 1 and 2 and let's fill in the gaps with the words. Okay, so here we have a conversation. One person is asking about time. أن في حد بيسأل على الوقت وفي حد بيجاوب على الوقت. Okay, so let's start. So it says here, number 1, let's read the words in the box, okay? We have what? Time, half,
8 and 2. Okay. So let's start. Excuse me, what time is? Excuse me, what time is it, please? Okay, let's write, is it? What time is it? Mm-hmm. What about number two? Sorry, let's answer it. Excuse me, what time is it, please? The answer, it's 20. It's 20 half three. خلينا نشوف الثاني سؤال الثاني مش نقرره قبل. Okay, let's check question number two. What time is your English class? Very good. What time is your English class? What time is your English class? الإجابة اللي هي it's at 8:30. Okay, so it's at half. Very good. So it's at 8:30. Let's write 8:30. L silent. Yes. عادة ال L من الحروف اللي دي يصير فيها قص silent كثرة. مثلا أعطيك أمثلة على هلبة كلمات عندنا فيهم اللي هو silent ال L. عندنا half. عندنا could. Should. Would. Walk. Talk. مثلا واحدة ثانية. Stalk. هذا اللي نقدر نتفكره لكن شائع يعني حتى في اللغات الثانية. مثلا زي مدينة مارسيليا نقول مارسيليا المدينة الفرنسية لكن هم الفرنسيين يقولوا مارسي. لأن ال L لما تجيهم زوز L ينطقوا فيها ساينت. فحتى في اللغات اللاتينية ال L من الحروف اللي يعني في العادة يصير فيها تمشي يعني تمشي في الساينت. لكن بالنسبة للإنجليزي حتى هو شائع الموضوع. هذه كلهم كلمات فيهم ال L ساينت. هاف في واحدة ثانية تريدي مستعمل فيها بكثرة. Talk, walk, and should come to the Naham. What did I have in there? على العموم يعني ف half منهم تمام half يعني تعتبر silent ال F half. Okay. في حتى calf فكرت واحدة ثانية calf اللي هو ال ولد البقرة يعني العجل calf يقول له calf تو silent. Okay. معناته استعملنا احنا الكلمات كلهم ما عدا واحدة استعملنا تايم استعملنا هاف 22 3 very good اللي فضلتنا اللي هي 2 it's 22:03 okay let's do this conversation ونقلب مرة ننسل انت تجاوبي ومرة ثانية نغير excuse me what time is it please it's 22:03 بقى لو بيجاوبها بالطريقة الرقمية ايش حيقولها؟ twenty to three شو بتكون بالساعة العادية؟ اللي هي زي بالعربي twenty to three قداش بالعربي 22 to 3 23 لا ديما طبعا لما نقوله 2 اللي هي زي ما اتفقنا انا يعني مازال 20 دقيقة حتى نصل إلى الثلاثة هيك الفكرة يعني زي حتى 3 لتلت بالضبط exactly لأن 20 minutes هي مش 10 صح ولا؟ معناها كأنها 3 لتلت بالضبط بعد 3 لتلت لو بتقولها يعني
طريقة رقمية بتقولها بالنمبرز العادية اللي هي hour minute قريبة غير بدلي 35 بحاجة ثانية زدها خمسة عفوا زدها خمسة 25 لا زدها خمسة 240 بالضبط الا تلت معناها بتكون لك 40 اللي هي 240 it's 240 it's 240 طبعا الطريقة الرقمية هي أصبحت شائعة أكثر في العالم طبعا ليه أسباب الحاجات هذه في هلبة تغييرات صايرة في اللغة الإنجليزية يعني حتى الإنجليز نفسهم ما ضبطين أن لغة البادية تتغير لأن المتكلمين بالإنجليزية كلغة ثانية زي نحن في العدد أصبحنا حول العالم لأن الأكثر لغة يتكلموا بها الغير ناطقين هي الإنجليزية فاللي غير ناطقين هي مش لغتهم زي نحن عددهم عددنا احنا اكثر من ان هم لغتهم الام عرفتي فاحنا بدنا نغيروا في لغتهم هم لان هذه بتاع تو والباست احنا الاجانب ما تمشيش معاهم ماذا بيهم الاسئله هي بتاع الارقام طول 430 520 950 فالانجليزي نفسه بدا حتى هو هذه ظلت نوعا ما حتى هي ولت شائعه اكثر يعني بدا يستعمل فيها حتى هو لكن مش معناها الثانية انقرضت يعني استعملوا فيها الكوارتر والهاف والباست والتو يعني فاحنا يلزمنا نعرفوا الاثنين. Okay, let's see the next conversation. What time is your English class? What time is your English class? It's at 8:30. Half past? 8. Okay. I want you to check this. Eat. يعني ندير شد على الات في الأخير. Eat. Can you read them? Can you read? Because I want to see the difference. Eat. Eat. الأولى صح باي اللي تبى تقولها صح نمسحها هذه قلتها صح. Eight. Very good. Eight. صح هذه قلتها صح باه لبعض. خلينا منها صح 8 زلي قبلها ولا مش زلي قبلها في رايك يعني مثلا هما زوز زي بعض ولا مش زي بعض مش زي بعض زي بعض في الصوت زي بعض 8 كصوت طبعا لكن في المعنى اكيد مش زي بعض يعني 8 و 8 هي اكيد نفس الشيء لكن 8 اللي هي الباست بتاع 8 صح لا 8 لما في الماضي بنغيرها 8 لكن الصوت بتاعها زي رقم 8 8 نفس الصوت اوكي سو 8 8 اتس ذا سيم وات اباوت ذس وان 8 اللي من غير اي هيك 8 براحه باين اعطيك مثال ثاني هذه كيف نقدر ايوه صح at hat bat cat mat fat كلها نفس الصوت اوكي جود باي الفرق بين هذه وهذه what's the difference تمام صح بالضبط يعني صوت المده هنا زي كان احنا بحرف الياء ايت طويل وهذا اللي هو الات اظن متكلمين فيه قبل هذا ما اعرف في اعتقد في كان تمرين صوتي عن الموضوع او ممكن في المستوى الثاني اوكي هذه طبعا الصوت اللي هو القصير ات زي هيت زي فت زي بت زي سكس زي مس زي شن تاني
يعني هذه أمثلة، يعني في اختلاف في أصوات المتحركة، القصة كلها في الإنجليزية الصعوبة الوحيدة فيها قصة الحروف المتحركة هذه، واحد يحاول يجيبهم صح في المستويات الأولى يرتاح بعدين قدام. Okay, so okay, so you ask the questions now and I will answer you, okay? So you can ask the question. Okay, sorry, is it please? It's 20 to 3. What time is your English class? It's at 8:30. Okay, so let's check number 9. Okay, I have a little long. Okay, so here we are going to talk about the difference between these two sounds. عنا الصوتين ها ونحاول نميزه بيناتهم. حتى هو طبعا تمرين صوتي هذا. طبعا الرمز الأول مش مطلوب، مش مطالبة انك انت تعرفيه، بس هو الرمز هذا اللي هو صوت الث، اللي هي صوت حرف الثاء بالعربي. خليني اكتبه بالعربي اسهل باش تفكروا. يعني الرمز الصوتي هذا اللي هو شنو يعني؟ يعني حرف الثاء. حرف الثاء. تمام. الرمز الصوتي الثاني هذا يعني حرف الذال. الذا. ذال. تمام. طبعا الدرس هذا مهم للأجانب، لأن في هلبة لغات ما عندهمش، في لغات ما فيهاش الثاء، وفي لغات ما فيهاش الذاء، واحدة منهم، وفي حتى لهجات ما فيهاش. نبدو احنا بمصر مثلا، في مصر ما يستعملوش في الثاء وما يستعملوش في الذاء، صح ولا؟ هذا لاش ديما في الإنجليزي يقولوا this، this is مثلا يقول thank you، صح ولا؟ تلاحظين في بعض الإمارات ديما نبصوا على المسار وعلى الموضوع هذا، بس مش مصر، مش مصريين بس، اليابانيين نفس الشيء، الألمان نفس الشيء، الروس نفس الشيء، يعني في هلبة مجموعة لغات عندهم إشكالية في الحرفين هذول. فهذا يعتبر من الحروف اللي يدير في، من الأصوات أو يعني يدير في مشاكل للأجانب. احنا اللي حسن حظ كاريبيين الاثنين مستعملين في لهجتنا، ممكن الثاء ممكن ولا بدينا نقول تاء أكثر، ما نقولوش ثلاثة، نقول ثلاثة بالتاء. لكن عندهم الثاء يعني ما عندناش مشكلة نطلعوا فيها. والذال نفس الشيء. تمام، لأن في الإنجليزية الصوتين هما يدير فيهم نفس الحرف أو نفس التجميع اللي هي تي اتش. أوكي؟ فالتي اتش قد تجيك بالصوت الأول، زي مثلا زي كلمة three، صح ولا؟ three. وقد تجيك اللي هي بالصوت الثاني اللي هو زي صوت الذال، اللي هي زي في كلمة mother. 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 اللي هو حرف الذال. فهنا يعني ملاحظة، كل هذا الدرس هذا أو الاكسرسايز هذا، التمرين الصوتي هذا كله على القصة هذه. أن حرف التي اتش مرات تجيك كثاء ومرات تجيك كذا. فهذه بتجيك بالحالتين. يا هيك يا هيك. احنا بالنسبة لنا ما عندناش هذيك. زي لما نقول له ثانك، زي لما نقول له ثانك. ثانك يو. ثانك يو تعتبر مع الصوت بالضبط. ثانك يو تعتبر مع الصوت الأول، صوت الثاء. ثانك يو. ثري. ثينك. شنو ثاني؟ ثوت. 30 في الكلمة. والصوت الثاني اللي هو الذال، زي مثلا mother، father، brother، this، that، these، those، اللي كملنا منهم بكري. This، that، these، those، كلهم فيهم صوت الذال هذو. اوكي، فهي دي فكرة يبيك تزبط ان مرات التي اتش يجيك يا ثاء يجيك ذال، واحدة منهم يا هيك يا هيك تشيك. اوكي، طبعا للاسف ما عندناش listening، بس نقدروا نقروهم احنا بروحنا، بعدين نقدروا نشوف التمرين اللي بعد. اوكي، ليتس خلينا نقروا المجموعة الأولى اللي هو البوكس الأول. طبعا البوكس الأول اللي فيه اللي هو الرمز هذا اللي زي خلينا نكتبه تحت احنا صوتنا بالعربي الأسم اللي هو حرف الثاء، والرمز الصوت الثاني اللي هو المجموعة الجروب هذا لحرف الذال. اوكي، يعني في رأيي ماذا ما موضوع بسيط خليك أنت تقريه. أوكي، can you read them؟ I'd like you to. أوكي. الجروب الأول طبعا كلهم بالثاء،
والجروب الثاني يكون بالذال. اوكي يو كان ستارت. 3 13 30 month thank thanks Thursday. Good, correct. The group is 10. Mother, father, brother, this, that, these, those, the, then, they, with, dear. أخيرة. There. أيوة. That's it. There. Very good. Okay. Okay. Good. Good. Okay. خلينا نمر عليهم هني على السريع. نشوف كان في فرق. 3, 13, 30, month. Think. Thing. Thanks. Birthday. Thursday. Mother. Father. Brother. This. That, these, those, the, then, they, with, there. معناها الموضوع اعتقد واضح. Okay, so I think you can read these examples. هنا طبعا خلص في كيكي وكي. Okay, can you read number one, please? I think that's your mother. Number two, are those your things? Number three, it's their brother's birthday on Thursday. Number four, I think that means 33. Okay, can you do number four again, please? Okay, I think that means 33. What's this word? Month. I think that man's 33. Nice. Number five. Thanks for those 13 emails. Six. This is the first Thursday of the month. Okay, very good. فيعني زي ما توقعت احنا ككاتبين ما عندناش هذيك الإشكالية في الموضوع هذا يعتبر نوعا ما سهل بالنسبة لنا. Okay, معنا نقدر نمر, we can go on. All right, so we have the summary, the nice, good summary. Okay, so number one, let's choose the correct verbs in these examples. So you have two verbs, but you have to choose only one of them. One of them is correct, one of them is incorrect. All right, so like football, what about English? Study English. Good. What about in an office? Work in an office. Number four. Have two children. Number five. Like rock music. Good. Number six. Live in the center of the city. Number seven. Study language. Number eight. Live in flat. Number nine. Have a car. Okay, number 10. Like for German company. Work for a German company. Okay, very good. Okay, so that's correct. All of these are correct. Good. So let's go to the next exercise. So number one is correct. Number two. Okay, so here number two, it says, let's read the question. Write sentences about you with these words. Okay, use the positive or negative form of like, have, live, work, study. So we have five verbs. We need to use the five verbs, and you can use them positive about yourself or negative.
For example, coffee. I don't like coffee. بس لو تحبي الكوفي شنو حتقولي؟ I like coffee. بالضبط. This is the idea, okay? فمعناها البوزيتيف أو النيجاتيف هذه تعتمد عليك أنت حسب أنت شنو واقعك. لكن الباقي لازم تختاري you need to choose the right, the correct verb. So for if you want to talk about a mobile, we have to say have. So you can say I have a mobile or I don't have a mobile. Okay? So let me show you the verbs again. هذول اللي حنستعملهم في كل الأمثلة. Okay? معناها عندنا we have study, we have work, we have عندنا اللي هو live, وعندنا have, وعندنا like. هم هذول الخمسة اللي حتستعملهم في كل الأمثلة. وبعدين حسب انت بتقولي positive باهي، بتقولي negative باهي على حسبك. اوكي؟ In a small flat. How can we talk in a small flat? I don't live in a small flat. Good. Japanese? I like Japanese food. Good. I like Japanese food. Okay. Number five. طبعا انت اللي قلتها صح، هم طبعا ما يبيكش تتكلمي عن Japanese food. هو يبيك تتكلمي عن Japanese. Right? أنا أكيد يقصد Japanese language. Okay. Okay, تمام. خلنا نعود. Let's repeat. أنت قلتي على Japanese. You said I don't like. Sorry. You said I like Japanese food. صح ولا؟ You said I like Japanese food, but here in number four, معناش... I like Japanese food. Okay, تمام. بس هنا في Japanese هل عندنا food ولا معناش food؟ يعني قصدي مكتوب معها food ولا مش مكتوب؟ مش مكتوب. هو اللي عندك صح اللي قلتها را. I like Japanese food 100% صحيح. أها. لكن خلينا نجرب حاجة ثانية. I don't live in Japanese. لا هو مش ناون، مش ما قالكش جابان، هو قالك جابانيز، لكن ممكن يقصد اللغة صح ولا؟ أنت لو تقولها مثلا أنا كيف تقولي مثلا كيف نتكلم عليها كلغة؟ أوكي أوكي I don't study صح I don't بالضبط، حتى لو ما قلتيش Japanese language قلتي Japanese بس يفهم أنت تقصدي اللغة، لكن حتى مثالك لو صحيح I like Japanese food, but I don't study Japanese. Excellent. Good example. Okay, for a British company. I don't work for a British company. Good. Chinese food. I like Chinese food. Mm-hmm. Brother. I have three brothers. Good. Brother. Brother واحد. سوسو تقدر تقولي لو تبي تدري على ثلاثة. مثالك صح. I have three brothers. لو بتدري مثلا تقولي عندي أخ وخلاص. I have a brother. سوس كويسة. Okay, number eight. I live in the capital of my country. Mm-hmm.
What about number nine? Number nine is like number five. The same. What? Mm-hmm. Okay. I work in the capital of my country. No, no, we don't do number nine. أنت درتيها capital، قلتي لي I live in the capital of my country، جاوبتيها لي أنت number eight. ندو number nine. Nine. I work for a computer company. Good. I work for a computer company. Number 10. I study English at language school. Good. ولو كانت من فيا لو أنت ما تقريش في المدرسة؟ I don't study English at language school. Good. All right. So هنا مجرد يعني مراجعة للأفعال الخمسة اللي تكلمنا عنها من قبل. Correct. Your answers are correct. Let's do number six. So number six, we want to match the verbs. We want to match them to the phrases. Okay. So in A, we have verbs. In B, we have phrases. Okay. So let's check the first box. So we say, go to concerts, and we say, go Haja, and we say, shopping. Watch Haja. Go shopping, watch DVD. Correct. Good. Okay, so we say, play computer game, eat out, watch TV. Good. We say, go to. Go to the cinema. We say go. Go out with friends. And play. Play tennis. Right. Okay, very nice. Now, number four. Let's make questions. Here we have yes, no questions. Okay, so these are yes, لا بشكلهم yes, no, خلط. في منهم yes, no, في منهم WH. Okay, هيكي ويكي معنا. في بجوك يس نو في اللي حيجوك دبليو اتش اللي تلقي بقى اوكي question how do you know if it's a yes no question or if it's a WH question كيف نزبطو how do we know yes no question تبدا بدو تمام لكن انت ندري من الامثله الناقصه يعني لان احنا كلهم اعطيهم لك ناقصات وانت بتكمليهم باش تديري منهم سؤال لكن كيف انت تظبطيهم؟ كيف تظبطي اما هو اما واحده منهم WH واما واحده منهم yes no؟ Okay, look at number two. Is this a yes no question or a WH question? WH question. Correct. How did you know? كيف عرفت؟ لأنه يتكلم سؤال مش ما عرفتش كيف نقولها بس أنا سؤال مش سؤال يبي إجابة. صح كلامك بس في طريقة أسهل تزبطي بها. Where؟ يعني الأسئلة اللي فيها الأداة نفسها اللي حاطها لك كلمة الـ WH question خلاص هذه معناها WH question يا حتلقي where يا حتلقي what يا حتلقي right هي هذه فكرة واللي مش مكتوب فيهم اللي ما فيهمش لا what لا where لا أي من الكلمات هذه معناها أكيد في الغالب بيكون yes, yes no question. No question أيوة هذه باش حتى أنت تسهل عليك بس yeah. يعني أنت باش من الأول تزبطها أما واحدة أوكي معناها صح الثانية WH أوكي معناته أنت بترتبها you're going to make questions معناها أنت تبتصنع السؤال من الكلمات الفرق سهل. So number two, can you make a question? And of course, remember the questions على مين يديروا فيهم؟ لو تتذكر الدرس لما تكلمنا على الراجل وزوجته اللي هم شو اسمه؟ كيم مايك اللي مع بعضهم في نفس الفرقه الموسيقيه the same band اللي هم مايك اند كيم فكل الاسئله عليهم. So we are going to talk about them. We're going to make questions about them, okay? So the first question, okay.
Are Mike and Kim married? This is the first question. What about number two? Where do they live in the UK? Okay. باي تمام يعني خليك تكتب اجاباتك. Where هذه number two. Where and you will have box بتاعها براحة. Where do they live in the UK? Okay, number three. Do you have a house in the UK? Can you say it again? هو صح Do they have a house in the USA? بالضبط هو الكلام مش لي انا موجه هو الكلام عليهم هم صح الان نسالوا عليهم احنا قاعدين. So do they have a house in the UK? مش UK في شو اسمه؟ In the USA. Okay. What do they like music? Can you try again? What do they like music? What's music? Yes. صح. What music do they like? That's it. What music do they like? Good. Number five. What do they do in their free time? Right, correct. What do they do in their free time? Good. It's about number six. Do they go to concerts? Mm-hmm. Do they go to concerts? Seven. Number seven is number five. نفس الطريقة. What food? Correct. They do like. Again. What food they like? Do. Try again, please. What foods are? What food do they like? That's right. Thank you, sir. What food do they like? Do they like? Good. Number eight. Last one. They do go to the cinema. Do they go to the cinema? Correct. Do they go to the cinema. Okay, خلينا نجرب نجاوبهم الأجوبة هذه، مش ضروري صحيحات طبعاً زي في الدرس، لكن نديروا الاحتمالات أو نديروا نجربوا. Where do they live in the UK؟ لو تتذكري، where do they live in the UK؟ They live in London. Good, correct. Do they have a house in the USA? Yes, they have. Yes, they do. Good. Yes, they do. صح هيك طريقة صح. What music do they like? أعطيني أي نوع من الميوزك. They like rock music. Good. They like rock music. Good. What do they do in their free time? أنها أعطيني أي free time activity. Go out with your friends. مش صحابين. Go to the cinema. بعد صح go out with صحابهم هم their friends that's it and go to the cinema very good امثله ممتازه go out with their friends صحابهم هم go out with their friends and go to the cinema good excellent answer تمام
نشوف اللي بعدها. Do they go to concerts? Yes, they do. Yes, they do. وفي حالة ما يمشوش مثلا، هما يمشوا، إجابتك صحيحة، لكن مثلا لو هما فرضا ما يمشوش شو يقولوا؟ Do they go to concerts? Don't. They don't. Do don't. عودي لي الأولى مثلا. لما يمشوا، لما يمشوا. They don't do. واحدة واحدة عليك. لولا أنت شو جاوبتيني؟ لما قلت لك Do they go to concerts؟ قلتي لي. Yes, they do. بالضبط. هذا لما يمشوا. ولما ما يمشوش شو بتب شو بتقولي؟ No, they don't. بالضبط. Exactly, yes. So لو يمشوا بنقولوا Yes, they do. لو ما يمشوش بنقولوا No, they don't. ممتاز. Okay, very good, very good. فاهم جولي. What food do they like? What food do they like? They like Chinese food. Okay, that's good. They like Chinese food. They like Japanese food. They like أي نوع من food. تمام. Good phrase. Do they go to the cinema? Yes, they do. No, they don't. الحالتين صح. إحنا بالنسبة لنا توك grammar زوج صح. سواء قلت yes they do، سواء قلت no they don't، زوج بالنسبة لي صحيحات، okay؟ فهذه فكرة اللي هو number four. بعدين معناه فضلنا أعتقد سؤالين ممكن ولا سؤال واحد ولا زوز مش هنحكي عليهم للأسف. تمام، واحد بس هو يعتبر سؤال spelling بس، يوم الأشياء things you can buy in a shop. أعتقد بسيطة تقدري حتى ك homework نبدأ بالحصة الجاية، okay؟ So thank you for your time. Have a nice weekend. If you want to join, في طبعاً حتى دروس عنا tomorrow في conversation. Conversation بالنسبة للمبتدئين اللي هي من 6 ل7. If you are free, you can join. نبدأينها تقريباً ب10 دينار أعتقد مدار. بالضبط 10 دينار الشهر هذا بالنسبة لشهر العيد. If you're interested يعني هو اختياري optional مش ضروري يعني. لكن مقسمينه احنا اللي هو فصل المبتدئين مستويات الاولى من 6 ل7 مستويات اللي هي المتقدمه شويه اللي هي من 7 ل8 اوكي. ولو عندك انترست لو عندك حتى تبي تسالي تفصيل اكثر تقدر تفضلي على البريد مفيش اي مشكله. وغير هيك كل ايش اسمه have a nice weekend and see you ان شاء الله next lesson اوكي. اوكي شكرا شكرا بارك الله فيك. عفوا فيك بارك الله. goodbye. تمام. مع السلامة.